الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا من علمنا الحب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، السيد السند العظيم، صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وفي كل حين. حبيبنا المصطفى علمنا أمرا عظيما في هذا الدين، نعيشه مع رب العالمين ومع سيد المرسلين، مع الأب ومع الأم، مع الأخ ومع الأخت، مع الزوج ومع الزوجة، مع الأبناء والأحباب والأصحاب والجيران، مع العشاق، مع المشتاقين. حدثنا عن الشوق فقال: واشوقاه لإخواني. المصطفى يشتاق، لكنه يشتاق لمن؟ والله جل جلاله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة علمنا معنى راق في الحياة، وهو مقام الشوق. والمقام العظيم هذا، مقام الشوق، ينتقل من حالة لحالة، ومذاقه رفيع، وورده رقراق، ومورده زلال. هذا المورد العظيم وهو مورد الشوق. ما هو الشوق؟ وما هي حقيقته؟ وما هي ماهيته؟ وما هو كنهه؟ وماذا كان يعني صلى الله عليه وسلم بأنه يشتاق؟ وكل إنسان في هذا الوجود أيضا يشتاق، ولكن لمن؟ وما هو الشوق؟ قالوا: الشوق هو نزاع النفس، والشوق هو حركة الهوى، والشوق هو أنين الروح. نزاع للنفس البشرية، وحركة للهوى الذي هو في جسمي وجسدي وعقلي ونفسي وروح الإنسان، وهو أنين الروح. عندما تئن الروح تشتاق، فتبدأ في سيرة ومسيرة أولها شوق، ومنتصفها اشتياق، وآخرها التلاق. لما؟ لأن الروح تدرك أن هذا المقام مقام عظيم، مقام الشوق. هذا المقام الكريم إذا نظر فيه المشتاق في الدنيا، ونظر المشتاقون معه، وكل المشتاقين، نجدهم على صنفين: صنف يسمون بالعوام، وصنف يسمون بالخواص. فإذا نظرت إلى المشتاق إلى جنة الله جل جلاله وتعالى في علاه، ستعلم وستدرك أن هذا الشوق مبني على القصور وعلى الحور. هذا شوق العوام، وأما شوق الخواص فهو مبني على البهجة والسرور والمشاهدة والحضور. حضور مع من؟ مع الله، مع نبيه ومصطفاه، مع آل بيته، مع أصحابه، مع أحبابه، مع كل إنسان صادق في شوقه لله عز وجل. وإذا نظرت إلى الطرف الآخر تجد أن مبلغه من العلم الجنان والقصور. إذا نظرت في نعيم الجنة مع العوام ستجد أنه نعيم الأشباح، وإذا نظرت في نعيم الجنة مع الخواص ستدرك عندها أنه نعيم الأرواح. هؤلاء يبحثون عن نعيم الأشباح، والآخرون يبحثون عن نعيم الأرواح. هذا من قول الله جل جلاله وتعالى في علاه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا في عالم العوام. أما في مذاق الخواص فمذاقهم ورضوان من الله أكبر. هذا الشوق. فما هو الاشتياق؟ الشوق الذي يهدأ باللقاء، أما الاشتياق فهو الذي يزداد باللقاء. يقول رجل من المشتاقين: أبي مدين شعيب الغوث، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي
وهم بين أضلوعي. كيف لهذا المقام أن يكون في روح الإنسان وعقله ووجدانه؟ نعم، صدق من قال: هو الحب، فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا. فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. أحبتنا إن الغرام أصابني وغيبني حتى تحيرت فيكم، فإن رمت نوما فارق النوم مقلتي، وإن رمت بسطا خف سلوايا عنكم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام نضام، وليت الذي خراب. إن الغرام أصابني.